فضيلة الشيخ، هل يرى المنافقون يوم القيامة الله عز وجل؟ نعم، الناس يوم القيامة ثلاثة أقسام: كفار خلص، ومؤمنون خلص، ومنافقون. أما الكفار خلص فإنهم لا يرون الله أبدا، يقول الله تعالى: كلا إنهم عن ربه يومئذ لمحجوبون. وأما المؤمنون خلص فيرون الله عز وجل يوم القيامة وفي الجنة، لقول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وأما المنافقون فإنهم يرون الله في عرصات القيامة ولا يرونه بعد ذلك، وهذا أشد حصرة عليه، أن يتمتعوا بالنظر إلى الله عز وجل ثم بعد ذلك يحجبون عنه. فهذه أقسام الناس يوم القيامة بالنسبة للنظر إلى رب عز وجل. أسأل الله يجعلني وإياكم ممن يرون ربهم في عرصات القيامة وبعد ذلك الجنة.